في الفيديو ده هنرجع تاني لسلسلة الحرب العالمية التانية، هنحكي ازاي هتلر قدر يصل للحكم ويكون مستشار، وكمان هنحكي عن مذبحة القلعة بتاعت ألمانيا. بالظبط كده، تعالوا نحكي الحكاية. حكينا في الفيديو اللي قبل اللي فات انه هتلر كان مسجون وبعدين خرج من السجن، والحزب النازي بدا يظهر في المشهد السياسي شويه. في الفيديو اللي بعده اتكلمنا عن الكساد العظيم The Great Depression، وحكينا انه هتلر كان متنبئ بالموضوع ده، الازمه الاقتصاديه اللي هتحصل لامريكا. فبالفعل بعد ما حصلت الناس بدا تشوفه في مكانه اللي هو الشخص اللي بيتنبأ او اللي عنده رؤيه مستقبليه للامور وعارف هو بيتكلم عن ايه كويس قوي. في الازمات بشكل عام والازمات الاقتصاديه بشكل خاص، البوليتيكال سبيكتروم، الطيف السياسي، الاحزاب اللي عليه سواء من اليسار او من اليمين بتجد فرصه ذهبيه ان هي تتصيد للازمات دي علشان تبتدي تجذب المواطنين ليها. من اول بقى القوميين جدا في اليمين والفاشيين اقصى اليمين، للاشتراكيين يسار وسط، والشيوعيين يسار متطرف. بعد الجريت ديبريشن، الكساد العظيم، حصلت الازمه الاقتصاديه الرهيبه دي في المانيا، وبالتالي حكومة الفايمر وقعت، فحصلت انتخابات مبكرة سنة 1930 ودخلها الحزب النازي وفاز ب 18%. الحزب النازي هنا حس ان هو على بداية الطريق، وكان اللي شغال على قدم وساق جوبلز، كان شغال بروباجندا في كل حتة، وهيملر كان شغال على الاس اس وعمل الاس دي مع هايدريك، غير ان جورينج كان بينفذ تعليمات هتلر وبيبتدي يظبط كل حاجه ماشيه مع بعضها، كل ده في مصلحه الحزب النازي ان هو يتواجد في الشارع ويكون له جماهيريه وشعبيه قويه جدا. وكمان هيس كان ماشي مع توجيهات هتلر بما ان عنده زي ما قلنا رؤيه مستقبليه للامور وعمال بيخطط لكل تفصيله. فهيس وجورينج وهيملر وهايدريك مع هيملر وجوبلز كلهم شغالين في نفس المشهد علشان يبتدوا يسطوا على الحكم. فاكرين لما روم كان عمال يستفز هتلر ويحرق في دمه لما كان هتلر في السجن؟ في التوقيت ده الاتنين قفشوا على بعض، لانه هتلر كان بيرفض كل حاجة روم بيقترح عليه. روم ساب كل حاجة وساب البيت ومشي وراح قعد في بوليفيا. هيملر بقى ما كانش عايز يقود الاس اي، احنا حكينا ان القمصان البني دول كانوا بتوع حروب شوارع يعني، وشوية بلطجية كده مش مستحمين ونضاف كده زي الاس اس. فقعد يفكر مين اللي يقود الاس اي، مين اللي يقود الاس اي، ما لقاش غير روم هو الوحيد القبضايا اللي يقدر يتعامل مع الاشكال دي. فراح لهتلر قال له ان احنا محتاجين دلوقتي رام يرجع علشان يقود الاس اي. هتلر بعت لرام وقال له ان هو يرجع علشان يقود الاس اي. ولكن الموضوع ما كانش بس على قيادة الاس اي، هيملر في الاصل كان عايز يتخلص من رام. فاكرين مين اصلا اللي عين هيملر في الحزب النازي؟ كان رام، لكن مفيش حد بيشيل الجميل. هيملر كان عايز يتخلص من روم. طموح الحزب النازي وطموح هتلر شخصيا ما كانش بس على انتخابات البرلمانية وكفى، طموح هتلر وصل لانتخابات الرئاسية نفسها. في 1932 هتلر نزل اترشح قدام هندنبرغ في انتخابات الرئاسية وحصل على 35%. 35% دي مش نسبة كبيرة يعني، بس زي ما قلنا في قلق بيحصل يعني، لما واحد ينزل يترشح انتخابات رئاسية هو بياخد سبوت، وكل ده طبعا كان بمشورات واقتراحات جوبلز. وجوبلز وقتها عمل حملة انتخابية قوية جدا لهتلر وسماها هتلر اوفر جيرماني، اي هتلر فوق المانيا. ولو حد قال له انت مجنون ازاي تقول ان هتلر فوق المانيا يعني، هيقول له ان انا اقصد بمعنى حرفي هتلر فوق المانيا بالطياره، كان واخده بقى بالطياره كده وعمالين يلفوا فوق المانيا وينزلوا في المدن ويتكلموا عن الرؤى المستقبليه والحاجات اللي هتلر هيعملها. فهو هنا يعني واخدها بالمعنى القريب والبعيد، يعني هتلر بالطياره فوق المانيا او هتلر عامه يعني فوق المانيا. الحمله دي بدات تحط هتلر في قالب رجل الدوله، مش بس واحد بقى مسجون او واحد عمل انقلاب وفشل او حد هاوي او عريف ايام يعني لا، احنا دلوقتي بقى جوبلز بقى بينحت تمثال كده رجل الدوله اللي بتعمل له بقى حملات انتخابيه قويه جدا وبيقف يخطب في الناس بشكل تاني خالص، بدا يدخل في خط مختلف عن اللي كان بيحصل قبل كده. قبل كده انه هندنبرغ ما كانش بيطيق هتلر، يطيق العمى ولا يطيقوش. ايه السبب بقى؟ هندنبرغ رجل عسكري من الطراز الاول، جنرال كده يعني على سنه ورمح كده، ماله هدوم وكان بيقف في معارك عسكريه بتتسمى باسمه وبيحل مشاكل وبيعمل والاسلحه وحوار كبير يعني. لو تفتكروا بقى لما حكينا انه هتلر كان في الحرب العالميه الاولى وصل لرتبه ايه؟ كوربرال،
عريف لا راح ولا جه. فطبعا انتوا عارفين يعني بتبقى في مناوشات كده بين الرتب، واحد جنرال قد الدنيا هيقف قدام عريف؟ فطبعا هندنبرج كده كان مستكبر قوي لنفسه يعني ان هو يقف قدام حته عريف لا راح ولا جه كده وهو راجل يعني كبارة. فالموضوع ده بقى عمل ازمه لما هتلر تجرأ ونزل قدامه في انتخابات الرئاسيه. بصوا بقى سنه 33 هتقابلنا مشكله صغيره شويه. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انه الاحزاب لما بتبقى في البرلمان بتحصل تكتلات حزبيه. التكتل الحزبي ده لما واحد منهم يعني ياخد نسبه كبيره قوي كده، حتى يعني ايه هو كذا حزب بياخد تكتل واحد يعني، فلما التكتل الحزبي ده بيبقى نسبته عاليه بيبتدوا من التكتل ده يعملوا الحكومه بقى، يبتدوا ايه كل واحد من الاحزاب اللي اتلمت على بعض دي، واحد يمسك وزير خارجيه، وزير اعلام، وزير كده، ورئيس وزراء. في 1933 ما كانش فيه التكتلات الحزبيه دي، وكل حزب عايز يستحوذ، وكان فيه شيء من الصراع السياسي المرير يعني، وكل الناس بتتخانق مع بعض في الحزب، فما كانش فيه التكتل السياسي ده، فلا كان فيه حكومه ولا وزاره ولا عارفين يقسموا الدنيا بالتكتل الحزبي ده. بعيد ان ما فيش بقى حكومه ووزاره والكلام ده كله، كان فيه ازمه تانية انه في 30% من الشعب عاطل بسبب الجريت ديبرشن والازمه الاقتصاديه الالمانيه وقعت فيها، وكمان سقوط حكومه الفايمر الدنيا ما كانتش احسن حاجه. جيرينج اخد بعضه كده وراح خبط على هندنبرج وقال له ماله هتلر يعني حاطط نقرك من نقره ليه؟ هو صحيح كوربرل وكان صغير وبتاع، بس نينجا دماغه سم ودماغه دي المظات، اوعى تستقل بيه يعني، ابننا قمر والف دوله تتمناه. هندنبرج هنا مش هيقتنع باي حاجه وخلاص. هندنبرج كان مقتنع بمقوله قرب صديقك وقرب عدوك اكتر، bring your friend close and your enemy closer. فهندنبرج قال لك انا I will bring my enemy closer، اللي هو انا هقرب عدوي اكتر واكتر. ومن هنا في سنة 1933 هتلر اصبح مستشار بسبب اقناع جيرينج لوجهة نظره وهندنبرج نفذ. ففي سنة 1933 هتلر اتعين مستشار. هنا بقى الحزب النازي كله فرح، تمام حلوة. جوبلز هيبتدي يشن حملات ضد الشيوعيين ويحطهم في دماغه. المهم في فبراير قاعدين كده الحزب النازي، اعضاء الحزب النازي قاعدين في حفلة شاي عند جوبلز في البيت، ومراته ماجدة، مراته اسمها ماجدة. المهم قاعدين كده بيشربوا شاي وعمالين بقى بيرغوا كده، فالتليفون رن، جوبلز رد على التليفون، راح اتخض جدا وراح مدي سماعه لهتلر. هتلر اخد التليفون وراح اتخض جدا. ايه اللي حصل؟ البرلمان ولع. مين اللي عمل العمله السودة دي؟ شاب شيوعي هولندي. هندنبرج اتخض جدا وبعدين اطمن على الناس، حد حصل له حاجه؟ لا يا ولاد، طيب وحيت ابوكم، مش عايزين قلق، احنا في مرحله حرجه، مش عايزين بقى دوشه ووجع دماغ، كل واحد يلم نفسه ومحدش يولع في حاجه لحد ما نعدي المرحله اللي احنا فيها دي. وخلص كلامه وراح داخل نام، وراجل كبير وخلقه ضيق. هتلر قال له ايه؟ خلاص كده؟ قال له امال انت فاكر ايه؟ هتلر اتزرزر قوي والدم ضرب في دماغه، وراح ماسك المايك وصغر له وقال له اعلن لي حالة طوارئ بدل ما تغاب عليك وعليهم وعلى اي حد يفكر يعمل اي حاجة غير حالة الطوارئ اللي انا عايزها. هندنبرج قال له يعني ما تكبرش الموضوع، بلاش افورة، حالة طوارئ ايه يعني؟ ده رايشتاج واتحرق فدانا الف فدا يعني، مش ما. ليه الموضوع ده؟ قال له انا عايز حالة طوارئ زي ما بقولك كده. تعالوا نقرا بقى ايه حالة الطوارئ دي وليه بيعلنوها. القانون ينص على اعلان حال الطوارئ كلما تعرض الامن او النظام العام في البلاد او في منطقه منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب او قيام حاله تهدد بوقوعها او حدوث اضطرابات في الداخل او كوارث عامه او انتشار وباء زي دلوقتي الحاله اللي احنا فيها بتاعت كورونا دي، ويكون اعلان حال الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهوريه، ويجوز لرئيس الجمهوريه في حال الطوارئ ان يتخذ بامر كتابي او شفوي التدابير الاتيه: وضع قيود على حريات الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامه والمرور في اماكن او اوقات معينه، كذلك تكليف اي شخص بتاديه اي عمل من الاعمال، ومنح الامر بمراقبه الرسائل ايا كان نوعها، ومراقبه الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل تعبير الدعايه والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها. ده بقى شغل جوبلز. وإغلاق أماكن طباعتها، ويجوز تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، كذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. من بعد بقى إعلان حالة الطوارئ دي، الـ SA مشي على نهج الكاميتشيناري، القمصان السوداء بتاعت موسوليني، ضرب بقى في الشارع وخطف، وأي حد يقف يقول أي حاجة للحزب النازي أو يقف يعارض أو بينسفوه من على الارض، بيتخطف، اللي هو مفيش الراجل ده يعني الله يرحمه. وهنا بقى هيملر اشتغل بالاس اس، ساعد الاس اي برضو، بس كان بيبقى خطف على الشياكه كده. وجيرنج اتعين وزير داخليه في بروسيا، وكان شغال بقى بالجستابو والبوليس السري، وكان بيشغل بقى تجسس تليفونات ورسائل على الناس كلها. حادثه البرلمان دي كانت في فبراير، ها
في مارس 1933 هنا بقى حصلت انتخابات برلمانية، والحزب النازي فاز ب 45%، وقدروا بالشكل ده ان هم يعملوا تكتل سياسي. فمن التكتل السياسي ده اتعملت منه حكومة، وبدأت هنا التورتة تتقسم على أعضاء الحزب النازي. ونحط جنب موضوع الحكومة ده وانه أعضاء الحزب النازي هيبتدوا يمسكوا مناصب، ان المستشار أصلا هو هتلر. فبدأوا بقى الأحزاب المعارضة يقولوا لهم هو فعلا حادث البرلمان ده، حريق البرلمان ده كان مقصود، في واحد شيوعي هو اللي عمله، ولا انتوا جبتوا واحد وعملتوه شيوعي وخليتوه يحرق علشان تعلنوا حالة طوارئ علشان تفوزوا بال 45 وتعملوا التكتل السياسي. بس هي ظهرة واحدة من هتلر وكله بيختفي فجأة، لانه خلاص بقى هم بقوا اسياد الدولة وهما اللي ماسكين كل حاجة، فاللي بيتكلم بيتخطف. مش بس هتلر مستشار، ومش بس الحزب النازي هو اللي مسيطر ومسك الحكومة دلوقتي، ومش بس في حالة طوارئ، ده اول ما تمكنوا بدأوا يعدلوا في تعديلات دستورية لاربع سنين علشان تكون في ديكتاتورية مطلقة، ومحدش يقدر يفتح بقه في البلد ولا حد يفكر ان هو يتجاوز الحزب النازي. كان المشهد كده بالظبط اقرب لمحمد صبحي وهو بيقول تكلم بلا خوف، نفس الفكرة كده بالظبط. هنقف هنا، مش هنروح في حتة، احنا هنكمل الفيديو دلوقتي، بس هنزل جزء التاني الاسبوع الجاي ان شاء الله علشان الفيديو ده ما يبقاش طويل. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ليوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. هشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في الفيديو الجاي. تحياتي.